للغاية حينما نستمع لهذا اللون من الفن. فأرجوكم ما تحطوناش في المواقف دي. ودي أنا عفوا أنا عارف إن كلماتي قاسية بعض الشيء، لكن لابد أن نصارح نفسنا ونواجه نفسنا. أستاذ أحمد، السؤال الذي يجب أن يطرح، لا نسأل عن قرار أمير الغناء العربي، وإنما السؤال الذي يطرح كيف آتى الجرأة لمصريين إن هم يدافعوا عن هذا اللون من الغناء وهذا اللون من الفحش ومن العار. أستاذ أحمد أنا بستسمع حضرتك، يا ريت معلش بشكل استثنائي تنشروا الكلام بتاع الأغاني دي، الناس ما عرفتوش والناس مش فاهمينه ومش عارفين هي المهرجانات اللي بيدافعوا ما عمرهمش يسمعوا الكلام ده. صعب جدا طبعا ان احنا نشره، ولما يبقى صعب يعني ننشره طبعا ازاي بنعلمه للأجيال؟ وبعدين استاذ احمد عفوا في مقوله حق اريد بها باطل، انه الشباب عايز ده غير حقيقي. الشباب المصري دفع 60 مليون جنيه مصري في فيلم اسمه الممر. الشباب المصري دفع 60 مليار جنيه في فيلم اسمه الممر لما قدم ليه فن جيد وفن عظيم. الصبية والأطفال الصغيرين اتفرجوا على الفيلم 3 مرات. صح. احنا اللي ما بنقدمش. انا بدعو وزيرة الثقافة لانها دار الأوبرا المصرية يجب ان تعمل ليل نهار. بشكرك استاذ عمر زهران، بشكرك. كلمة اخيرة الفنان الكبير هاني شاكر، اولا بشكرك شكرا جزيلا، لكن كلمة اخيرة من حضرتك. أنا بحيي حضرتك جدا على اهتمامك وإنك انت اديتنا المساحة الكبيرة دي يا أستاذ أحمد إن احنا نناقش ونشوف خطورة الموقف والوضع اللي احنا فيه. بس أنا بطمن حضرتك وبطمن كل الجمهور في مصر وكل المصريين في مصر وفي كل حتة في الدنيا، مصر بخير وفن مصر بخير. وطول ما النقابة وزملاء النقباء الآخرين معانا إيد واحدة مع ال 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 المصنفات الفنية مع تحت رعاية وزارة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، بجد إن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل كتير. وأتمنى كل الاقتراحات والتمنيات والأمنيات اللي احنا قلناها في البرنامج تتحقق قريبا، يبقى فيه الدولة ترجع للإنتاج تاني، حصص المزيكا ترجع مدارس تاني، إذاعة أم كلثوم ترجع تاني، برامج الأطفال ترجع تاني. خلينا نعيش طبيعيين، لأن الناس دي مش عايزانا نعيش طبيعيين. الناس دي عايزانا ولادنا يعيشوا تحت السلم ويمشوا مسكين في إيديهم سيوف يقطعوا بيها رقاب الخلق. حسبي الله ونعم الوكيل. شرفتنا وبشكرك مرة تانية شكرا جزيلا فنان الكبير هاني شاكر. وأنا بعتذر لكل اتصالات، آسف جدا جدا جدا، اتصالات كثيرة جدا بعتذر والله، بس عشان وقتنا كمان خدنا وقت من زميلي هاني حتحوت وعندنا كان حاجات كثيرة، ولكن خلينا نطلع فاصل أخير ثم